بفضل الله ونعمه ربنا عليا اني انا اول مصري حامل بعيدا عن العجله خالص، حامل تاشيره العمره يخش من مينا نويبع. اول مصري، مينا نويبع اول مصري أول يحمل مصري. التاشيره دي لانها ممنوعه. حتى امبارح فرحت قوي ان رسميا، حتى انا في فيديو مشغله قدامي وهم بيتكلموا ان تم بسبب يعني تم صدور او فتح باب دخول المصريين. حتى صاحب شركه الملاحه بصراحه بيشكرني جدا، هو سعودي، بيقول لي انت وش خير علينا كشركه ملاحه، وش خير على المصريين، ان لان انت دخلت استثنائي. انا طبعا كان عندي مشكله بصراحه وعملت اتصال باكتر من جهه لحد ما وصلت للجهه المختصه في السعوديه، واول ما عرفتهم ان انا كذا قال لك لا 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 لازم أن تدخل استثنائي، وجم عاملين لي جواب من وزاره الداخليه السعوديه، تم فتح الباب ليا ودخلت بصراحه. فهم بقت شغالين على القرار ده امبارح حوالي من 8 ساعات بالظبط، اتفاجئت بان الوكيل السعودي منزل ان تم فتح بشكل رسمي دخول المصريين عبر الميناء البحريه من ضبا. ده كده خلاص من بعد دخولك الاستثنائي، يعني انت اول مصري يدخل بالتاشيره دي من الميناء، ومن بعدها اتفتحت لكل الناس. بفضل الله، وان شاء الله يعني باذن الله لما يكون في بيننا مداخلات تانية هبعت لحضرتك صور من الصفحات الرسميه لوزاره الداخليه ومن ميناء المواني البحريه بالمملكه العربيه السعوديه. تبعت لنا على دي. حتى في محادثات ما بين جهات مختصه، انا بسمع اللقاء كل شويه، سمحته اكتر من 40 مره من امبارح. قد ان انا نسيت التعب بصراحه اللي حصل. وبشكر برضو نادي الخالدي على التكريم الكبير اللي كرموك اول ما وصلت. انا اتبسطت قوي لما شفت كمان التكريم، يعني قبل وصولك كمان لهدفك استقبلوك بتكريم هناك في السعوديه، كانت لفته جميله بالضبط يعني. بصراحه يعني تستاهل وتستحق، وعلى طول الطريق يعني جد. وده طبعا يرجع للدعم الكبير من اخواتنا المصريين طبعا، لان لولا دعمهم ولولا ووزاره الشباب والرياضه ودكتور اشرف صبحي. طبعا بشكر الدكتور اشرف صبحي ووزاره الشباب والرياضه والاتحاد المصري للدرجات على فعلا لحد كل يوم بيتواصلوا معايا، فشكرا طبعا من القلب ليهم. شكرا ليك انت يا محمد، وانا مبسوطه ان احنا النهارده تابعناك، واحنا هنفضل ان شاء الله متابعينك في صباح البلد لحد ما نشوفك كده لايف في مكه المكرمه. احب اقول لك برضو ان احنا فخورين بيك ومبسوطين بيك وبندعمك قلبا وقالبا، ورحنا وقلبنا معاك ودعواتنا ليك ان شاء الله توصل بالف سلامه. وعايزه اقول لك ان انا مستنيه بفارغ الصبر اليوم اللي اشوفك فيه واقف قدام الكعبة بعد المشوار الطويل اللي انت واخده. بوصولك بدعمك ان شاء الله هنوصل، وبشكرك طبعا.